دعا عدد من رجال الأعمال والمستثمرين الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات جادة لمنع خروج المزيد من الشركات والمستثمرين من السوق المصري، وأكدوا أيضا خلال مؤتمر التمويل والاستثمار الذي عقد بالقاهرة على أهمية اتخاذ خطوات وحوافز جديدة لجذب المزيد من المستثمرين للسوق المصري. التقرير التالي للزميل ياسين الجوهري والمزيد من التفاصيل. في الوقت الذي تسعى فيه مصر لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وتراجع معظم موارد النقد الأجنبي، جاء تأكيد المستثمرين ورجال الأعمال في مصر خلال مؤتمر التمويل والاستثمار على أن استقرار الأوضاع السياسية والأمنية ووجود بيئة تشريعية مشجعة للاستثمار هو الحل الوحيد ليس فقط لجذب المزيد من المستثمرين، وإنما أيضا لمنع تخارج شركات ومجموعات استثمارية كبرى من السوق المصرية. المستثمرين اللي بيطفشهم دول اللي هيطفش ده انا هخاف برضه وهاخد بعضي وامشي قبل ما حد يطفشني ان ده اللي هيحصل. فتاني احنا غير موافقين للي كان بيحصل قبل الثوره اللي هو هتهمش كل القطاع الخاص علشان شويه او فئه او فصيل. النهارده بيحصل تاني، بنتهمش كقطاع خاص بنتحط على جنب وبنتحارب في البيزنسز بتاعتنا والبورصه بتنزل تنهار علشان شويه رجال اعمال معينين. آخر عروض الاستحواذ الأجنبية على مؤسسات وبنوك تعمل في السوق المصري كان عرض استحواذ شركة باسكندال القبرصية على 100% من شركة أوراسكوم تيليكوم، لتنضم أوراسكوم في حال تنفيذ هذه الصفقة إلى قائمة المنسحبين من مصر، وهو ما يؤثر على أداء البورصة المصرية التي تفقد يوما بعد آخر شركات كبرى مدرجة في السوق. سهم زي أوراسكوم تيليكوم الناس عارفة كلها من الأسهم القيادية، مش بس علشان هو مثلا بيقود السوق ارتفاع وانخفاض، ولكن يعتبر من الأسهم اللي هي بتعمل دعاية عموما للسوق المصري خارج مصر، ونقدر نقول برضو تعاملات الاجانب عاده بتتركز في مثل هذا النوع من الاسهم، فبالتالي انسحابه من السوق اكيد ليه اكثر من ضرر من ناحيه معالجه هذا الاثر في مؤشر السوق، من ناحيه اخرى افتقاد السوق لسهم من الاسهم القياديه، كذلك القطاع نفسه اللي هو يعتبر من انشط اسهم القطاع واللي هو عاده بينشط باقي اسهم القطاع، فانسحابه من السوق بمثل هذا الشكل بالتاكيد سيكون له ضرره على السوق بخلاف طبعا ضرره الاخر على الاقتصاد عموما. يعني عرض الاستحواذ على أوراسكوم تيليكوم جاء بعد ايام من الاعلان عن إتمام صفقة استحواذ بنك قطر الوطنية على البنك الأهلي سوسيتي جنرال، وهي الصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 16 مليار و600 مليون جنيه، وواجهت مشكلات تتعلق بفرض ضرائب بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناجمة عن الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع في الصفقة. انعكاس الصفقة على السوق بالطبع الصفقة كان انعكاسها سيء جدا جدا على السوق، مش عشان الصفقة في حد ذاتها دي نقطة، ولكن ايضا علشان خاطر الجدل بتاع الضرائب، وكل يوم بقرار جديد وكل يوم محدش لسه عارف اول الموضوع من اخره ايه، حتى مع اقرار بنك قطر الوطني ان هو هيشتري 97% من الصفقة. البنك لما يخش يشتري بنك يبقى هو شايف اولا ان هذا السوق واعد، فدخول بنوك ده شيء يطمئن، وان الصفقة ما كانتش قليلة الحقيقة. نمرة اتنين لما يبقى داخل يقول السوق مطمئن، لا وهو كمان عنده من وجهة نظر مستثمرين كبار هيخشوا من المنطقة بتاعته او من بلاده او من المناطق اللي هو له فروع فيها عشان تستثمر في مصر. ما فيش شك ان مصر عندها ازمة شديدة، لكن مصر اقتصاد واعد لانه متنوع جدا. ويؤكد الكثيرون ان تضارب القوانين والتشريعات سيظل احد اهم العقبات التي تواجه المستثمر المحلية والاجنبية في مصر. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع الزميل ياسين الجوهري التقى السيد محمد فريد رئيس مجلس اداره شركه ديكود للاستشارات الاقتصاديه، وساله عن تاثير حاله عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي على مناخ الاستثمار في مصر، وايضا عن تاثير خروج كبريات الشركات من السوق المصري على البورصه والاقتصاد المصري بشكل عام. انت عندك شركتين الاهلي سوسيتي جنرال وأوراسكوم للانشاء والصناعه يمثلوا تقريبا 28% من اجمالي المؤشر اي جي اكس 30 اللي هو المؤشر الخاص بال 30 انشط 30 شركه متداوله في السوق المصري، فده بالتاكيد ليه تبعات، فده معناها ان الشركات الكبرى بدات في عمليه مش هقول التخرج بالكامل لان هو ما تخرجش من الاقتصاد، هو يمكن تخرج من سوق المال المصري لان او سي اي هنتحدثون عن سوق المال يعني. عن سوق المال، فهذه الامور بالتاكيد هيتاثر سوق المال المصري بصوره كبيره، انت عندك من انشط الشركات بيتم بتخرج تتداول في اسواق اخرى. يعني الان هناك عرض مقدم للاستحواذ على شركة أوراسكوم تيليكوم، وإذا نفذ هذا العرض ستكون أوراسكوم ضمن قائمة المنسحبين من البورصة المصرية، كيف يمكن أن يؤثر تخارج هذه الشركات من السوق على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة؟ هيؤثر بالتأكيد، هيؤثر على سوق المال المصري، وده هيضع ضغوط على القائمين على سوق المال بصفة عامة والقائمين بصفة خاصة والقائمين على الاقتصاد بصفة عامة على إعادة جاذبية سوق رأس المال
كأداة للتمويل. احنا بنفتقد في الاخر الى المربط الرئيسي او الهدف الرئيسي من انشاء اسواق المال، وهي توفير التمويل للشركات. فده هيبقى فيه جزئية كبيرة، ازاي نقدر نجذب الشركات مرة اخرى للحصول على التمويل من خلال طرح الاسهم للاسواق والمستثمرين بصفة عامة. في قدر كبير من عزوف المستثمرين، اما ان هو يخش جديد في السوق او ان هو بيضطر انه يعمل عملية التخرج على الاقل في الوقت الحالي. يعني لو حاولنا نتتبع خلال الاسابيع الاخيرة قدر الاحداث المرتبطة بالمستثمرين بشكل مباشر، هنجد تقريبا في كل اسبوع هناك حدث جلل يرتبط بشركة من الشركات الكبرى، يعني التحفظ على أموال 23 مستثمر، صدور قرار بمنع السفر بحق أنسي ونصف سويرة، ثم فرض ضرائب على صفقة البنك الأهلي سوسيتي جنرال. هناك من يرى بأن هذا التخبط في القرارات أسوأ ما يكون من السياسة على الاستثمار وعلى المستثمرين في مصر. بالتأكيد التخبط في القرارات سيء، يعني هعلق على آخر جزئية خالص عشان هي دي اللي كانت المفترض تبقى واضحة بالنسبة للمستثمرين. أما جزئية منع يعني أسرة ساويرس من السفر أو يعني المتعلقة بأوسي آي، دي مش هقدر انا اعلق عليها لان دي فيها امور ضريبيه قد تكون حقيقه او لا تكون حقيقه، فانا لا استطيع ان اعلق عليها. اما بالجزئيه الخاصه بالبنك الاهلي سوسيتي جنرال وقطر الناشونال بانك اوف قطر، يعني ان كان واضح جدا ان بعد ما صدر القرار الخاص بالضرائب على المعاملات التي تفوق بها القيمه الاسميه للاسهم في عمليات الاستحواذ وغيرها مما يشبهها من عمليات، ان القرار ده نظريا اتلغى وفقا لكل الاعلانات الصادره من الحكومه والاعلانات الصادره من يعني مؤسسه الرئاسه والاعلانات الصادره من الحزب، بالاضافه الى ذلك ان هو اتقال بعد ما صدر القرار ان هو اتلغى مباشره. فلما تيجي تطبقه النهارده بعد 3 4 شهور 5 شهور من صدور القرار فده وبعد الاعلان عن الغاء القرار، فهو ده اللي بيسبب بلبلة كبيرة بالنسبة للناس، هو القرار مطبق ام غير مطبق. ولكن يعني هناك من يرى بانه ليس من المنطقي ان يتم جني ضرائب من المستثمرين لحين اقرار القانون، فاذا اقر تكون الضرائب قد حصلت بالفعل، اذا لم يقرر القانون نقوم باعادة هذه الاموال الى المستثمرين مرة اخرى. عملية اللخبطة دي بالتأكيد بتؤدي إلى تخبط لدى المستثمر، هو نفسه مش عارف إن هو يحدد قراره، هل هذا هو التوقيت المناسب للدخول في الاستثمار أم لا؟ لكن يعني عندما يصدر حكم قضائي أو قرار من النيابة كما حدث في قرار التحفظ على أموال المستثمرين، لا تراعي هذه الأحكام والقرارات البعد الاقتصادي أو التأثير الاقتصادي الذي قد ينتج عن هذه القرارات. المفترض أن ينظروا إلى البعد الاقتصادي هم المعنيين بالحكم الاقتصادي. فهو المعني بالحكم الاقتصادي هو اللي كان يجب ان يعالج الامر بقدر الامكان قبل ان تذهب الى النيابه. فهي النيابه ما عليها ايضا الا التطبيق، اما قبل النيابه هو اللي كان بيبقى فيه نقدر نقول اقتصاد سياسي، ان انت بتتعامل من منظور سياسي في قضايا اقتصاديه عشان تصل بها لحلول وما توصلش الى الحل اللي حدث واللي اثر بعض الشيء على ثقه المستثمرين. بعد الفاصل، مؤتمر الاستثمار العربي المشترك في عصر التحديات يطالب بمزيد من الإجراءات لتوفير مناخ مناسب لنمو الاستثمارات العربية المشتركة. تابعونا بعد الفاصل والمزيد من التفاصيل.